قبل حلول رمضان المغرب يقرر تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، فهل اعتاد المغاربة على الساعة الإضافية؟ يوم الأحد 19 مارس الجاري ستتأخر عقارب ساعة المغاربة 60 دقيقة، ثم ستعاود زيادة ساعة إضافية يوم الأحد 23 أبريل 2023 بعد انتهاء شهر رمضان، قرار بات عادة سنوية منذ 2018، وبعد 5 سنوات مرت بين زيادة وتأخير عقارب ساعة المغاربة 60 دقيقة قبل حلول شهر رمضان وبعده، إلى أن الجدل حول الساعة المضافة إلى توقيت غرينتش ما يزال قائما ويستمر معه تشبث فئة عريضة بموقفها السلبي من خطوة إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة. ويطالب عدد كبير من المواطنين الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار وحذفها بشكل نهائي بالنظر إلى تأثيرات هذه الزيادة والنقصان على الأطفال المتمدرسين وانعكاساتها النفسية بشكل عام، كما تبحث هيئات نقابية وجمعوية عن أسباب استمرار الحكومة وتشبثها بمعطيات الطاقة والخيارات الاستراتيجية، معتبرة أن هذه المبررات غير صحيحة وغير معقولة. المهم، أنت هل مع أو ضد زيادة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة؟